بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما زلنا في باب الخصومة والبينة والإقرار، وهو الباب المتعلق بالدعاوى والبينات والشهادات. وقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله عددا من الأمور يقضي بها القاضي. من يذكرها؟ أولا بالإقرار، يحكم عليه بإقرار. ثانيا بشهادة شاهدي عدل. من يكمل؟ عندك يا حميد؟ قبل الشاهد اليمين ما عندك؟ بشاهد وامرأتين، ثم بشاهد ويمين. يمين من؟ عندك يا سامح؟ بشاهد ويمين المدعي. ثم بعد ذلك إذا لم يوجد له فيقضي للمنكر بيمينه، فإن المنكر جانبه عند ذلك أقوى فيحلف ويقضي للمنكر. فإذا نكل المنكر عن اليمين فماذا؟ يجعل اليمين للمدعي، فإذا حلف قضى له، فإذا لم يحلف فالأصل أنها مع المنكر وفي يده، فقد يكون متخوفا من النسيان فيأبى، فليس له أن يقضي على المنكر. ولكن إذا لم يحلف فيوصى بالصلح. مسألة، قال: هل يقضي القاضي للمدعي إذا نكل المدعى عليه عن اليمين؟ قد أشرنا إليها فيما مضى وتكررت هنا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وبيمين الرد وبعلمه. هل يقضي القاضي بيمين الرد؟ ترد اليمين على المدعي ويقضي بها، وبعلمه، بعلم القاضي. إذا كان القاضي يعلم بالمسألة فيقضي على علمه هكذا، وهي مسألة فيها خلاف. قال الشارح عفى الله عنه: قوله بيمين الرد أي أبى المنكر أن يحلف فردت اليمين على المدعي، فهذه يقضي بها. هذا هو الصحيح في المسألة كما تقدم، أن اليمين تعاد على المدعي. تقدم صفحة 486، أن اليمين تعاد على المدعي، ولا يحكم للمدعي بمجرد أن ينكل عن اليمين، بل يحلف أيضا المدعي أنه يستحق ذلك. إذا أبى المنكر أن يحلف أعيدت اليمين على المدعي. وقد روى الدارقطني والحاكم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، وفيه ضعف. الحديث لم يثبت، ولكن هذا هو الراجح، لأن جانب المدعي قوية فعليه اليمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح: ثم من العلماء من يرد اليمين في عامة الدعاوي، في عامة الدعاوي، ومنهم من يحكم بالنكول، وإن كان المنكر يقول لا أعلم ما ادعى به. وكل من الطائفتين يذكر آثارا عن الصحابة، والمنقول على الصحابة يدل على التفصيل، وهو أظهر الأقاويل، وهو أنه إن كان المنكر هو العالم، إن كان المنكر هو العالم دون المدعي، كما إذا ظهر في المبيع عيب وقد بيع بالبراءة. أنا بيع بالبراءة أي أني ما أتحمل إذا ظهر عيب، هذا يسمى براءة، يبرئ عهدته، أبيعك لكن ليس لي تحمل العهدة إذا ظهر عيب. وهو أنه إن كان المنكر هو العالم دون المدعي، كما إذا ظهر في المبيع عيب وقد بيع بالبراءة، فقال المشتري أنا لم أعلم به، فإنه هنا يقال له كما قال عثمان بن عفان بن عمر رضي الله عنهما: احلف أنك بعته وما به داء تعلمه. لأنه يعني إذا كان يعلم في بيع البراءة
وأخفاه، فما يكفي أن يقول أنا بعتك بالبراءة لأنك تعلم عيبا أخفيته، هذا من الغش. فإن حلف وإلا قضي عليه بالنكول كما قضى عثمان على ابن عمر بالنكول. وإن كان المدعي يقول إنه يعلم ما ادعى به كمن ادعى على آخر دينا أو عينا فقال أنا لا أعلم ما ادعيته، احلف وخذ، فإن لم يحلف لم يعط شيئا. قال والبينة في الدعاوي عند أكثر العلماء هي ما يبين الحق ويظهره ويوضحه كالدليل والآية والعلامة، فمتى ترجح جانب أحدهما حلف، الجانب الأقوى عليه اليمين، فمتى ترجح جانب أحدهما حلف مثل أن يقيم المدعي شاهدا فإنه يحلف مع شاهده ويقضي به بشاهد ويمين كما مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أكثر العلماء. إذن قد يكون اليمين في جانب المدعي وقد يكون في جانب المنكر، تختلف المسائل. مسألة هل يقضي القاضي بعلمه في القضية كأن يكون مطلعا عليها؟ قوله وبعلمه يحكم الحاكم بعلمه، وهذه المسألة فيها خلاف، فقوله بعلمه يعني أن الحاكم هو الشاهد، أن الحاكم هو الشاهد بنفسه، فرأى هذا الشخص عندما أعطاه ثم ذاك أصبح ينكر، فالحاكم هل يحكم بعلمه؟ الشوكاني هنا جزم بذلك، والراجح من أقواله للعلم أنه لا يحكم بعلمه، إنما يحكم بالبينات الشرعية، فكونه يعلم فيطالب المدعي مع شهادته باليمين، يقول أنا شاهد على ذلك وأنت تحلف. المدعي يحلف أيضا إذا علم الحاكم بالقضية، يكون بمثابة شاهد ويعامل نفسه معاملة الشاهد، فيأمر المدعي باليمين فيقضي باليمين مع الشاهد. فقوله بعلمه وإن علم بذلك قد يكون حصل بينهم بعد ذلك زيادة أو نقص أو إعادة شيء بدون علمه، أو يكون حصل له وهم كشأن سائر الثقات، قد يكون اطلع على شيء وليس هو المقصود. مسألة بعض الناس يخاف على نفسه من الأذى، فالشهود يخافون من المدعى عليه فيبلغون الحاكم. الجواب يؤدون الشهادة ويخبرون أنهم يخافون على أنفسهم حتى ينظر في الأمر ويتابع القضية بنفسه، فإن لم يجد ما ينقض تلك الشهادات حكم بها، وهذا يحصل إذا كان ذاك المدعى عليه مجرم، وهذا حاصل في كثير من البلدان، فلا بأس أن يبلغ الحاكم خفية ويطلبون منه الاختفاء خشية على أنفسهم، والحاكم يتابع الأمر ويسأل عنهم وعن عدالتهم. مسألة يشترط في الشاهد العدالة، قال الإمام الشوكاني رحمه الله ولا تقبل شهادة من ليس بعدل. قال الشارح عفى الله عنه لأن الله عز وجل أمر بالعدول، فقال وأشهدوا ذوي عدل منكم، فالفاسق لا تقبل شهادته. ولكن ذكر شيخ الإسلام وهو قول في مذهب أحمد وتبعه الإمام العثيمين رحمه الله على أنه قد يكون عدلا في بعض القضايا، وأن العدالة قد تتجزأ، قد يكون عدلا في أمور فاسقا في أمور أخرى، مثلا رجل لا يبالي بالكذب لا يبالي بالمعاصي وربما حلق لحيته، لكن لا يمكنه أن يشهد زورا على حقوق الناس على الأموال على الأراضي، فهو يعتبر عدلا في هذا الباب وإن حصل منه الفسوق بمعاصي أخرى. والصحيح ما ذكره شيخ الإسلام هو قول في مذهب أحمد وتبعه الإمام العثيمين على أن العدالة تتجزأ، قد يكون عدلا في جانب وليس عدلا في أمور أخرى. كذلك قد يكون عنده معاصي كثيرة ولكنه عدل فيما يتعلق مثلا بحقوق اليتامى، أو أيضا يكون متقيا لله عز وجل فيما يتعلق بولاية ابنته وما أشبه ذلك، فمثل هذا يعتبر عدلا وتقبل شهادته. ولو ردينا شهادة كل من كان عاصيا ما بقي معنا من العدول إلا النادر،
لكن هذا يعتبر مخرجا من الضيق الذي يحصل، فعامة الناس صاروا يتساهلون بالمعاصي والفسوق. وإذا كان هذا في الزمن المتقدمة فكيف بهذه الأيام؟ فالعدالة تتجزأ، قد يكون عدلا في بعض الأمور. مسألة: متى يحكم على الرجل بأنه فاسق؟ الجواب: الذي يرتكب الكبيرة أو يصر على الصغائر هو الفاسق، فإذا أحدث توبة بعد ذلك فيرتفع عنه وصف الفسوق. إذن في حال كونه مرتكبا لكبيرة من الكبائر أو إصرار على صغائر فهو يوصف بهذا الوصف الفسوق وعدم العدالة، وإن كان مرتكبا لا ثم أحدث توبة وأقلع عن ذلك الذنب وحسنت توبته يرتفع عنه ذلك الفسق. قال الله عز وجل: في الذي يقذف العفيفة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إذا تاب غفر الله له وانتفع عنه الفسوق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.